المترشح الاخير حسام. ايناس معايا مترشح اخير جانا من صفاقس خصيصا. مرحبا بيه. جا في لواج بونت حمراء، امور واضحه، اسمه باسم شع. قال لي لا لا لا، منين جيت؟ من صفاقس. علاش جيت؟ على لواج في بونت حمراء. باش تقول لي لا لا، اقف اقف. مالا بس باسم الشعري جانا من صفاقس. مرحبا بيه. في لواج بونت حمراء، لابس مرور احمر، صباط احمر، وان شاء الله اموره كل تمشي في حاجه باهيه. لون الدم لون العلم برا باسم، ان شاء الله ربي معاك، ان شاء الله ربي يوفقك. الخوف لا، خوف لا، رخ لا. مالا بس وليد بن دراجي هو يغني بكري في التصويره، ذكرني بتصويره قبل ما نحكي عليها الساعه. وليد شنو رايك في اللي عملته اليوم؟ صافا صافا، بامال بامال. وليد يعطيك الصحة، يعيشك. أنا عجبتني الحق، مانيش نأثر على لجنة التحكيم، أما عجبتني. تعرف شكون ذكرني؟ ذكرني باللاعب اللي فقدناه نهار الجمعة، الزقاو لسعد الورتاني. نحب بالحق فقدناه، ألف رحمة ونور على روح لسعد الورتاني. ما نعرفش، ما نجمش ما نحكيهاش الحكاية هذه، وما نجمش ما نقولهاش. طبعا ألف رحمة ونور تنزل على روحه، وإن شاء الله عائلته ربي يعطيها الصبر والسلوان. حسام هكا يكون عندنا المترشح الاخير بيناتنا، عندك باسم وعندك الامور ومعنا، ونستناك انت بعد باش تكون حاضر بيناتنا انت وبقيه المجموعه نتاعك. يلا تحيه كبيره نحب توصل الباسم من جمهور، خليك معنا. Thank you.
باسم، برافو باسم، تحيه كبيره. باسم كيفاش معنوياتك وانت اخر مترشح معنا اليوم باش يكون مسك الختام بيك وبالغنيه هذيا؟ والله معنوياتي مرتفعه شويه. مرتفعه شويه؟ هاي باخذ كي سمعت والله سخيل باش تقولي حاجه اخرى. على كل ان شاء الله لكل امرئ من اسمه نصيب، وان شاء الله يبتسم لك الحظ باسم اليوم معنا. رافع علامات على وجوه الجوري نتاعنا، نحب نترجموها كلام شكري، شو نقولوا؟ يعطيه الصحة بارك الله فيه. ولوني تعبت في كل الادليب اللي بدا فيه المسيب هذاك، تعبت قعدت نتبع فيه نتبع فيه، وظهر محضر درسه معناتها قاعد ينقش فيها نقشين. ما تعرف الغناية تلقائية أكثر منه نقشين، راهو معناتها عندك إمكانيات ومغروم كان كتب وقعدت معنا تتصرح أكثر، ومعناتها ونسمع منك حاجة خير إن شاء الله. إن شاء الله عشك. طيب هذه ملاحظة الفنان شكري بوزيان. الفنانة جميلة الشيحي، شنو رأيك؟ كيفاش كان باسم؟ إذا نحب اللون الأحمر، وزيد هو لبس الأحمر معنا. هو لو روج نوار، ها ستاندال. قولش معناها هذه سا؟ ها؟ في الميكرو. يعني باهي ولا خايب تو؟ إجمالا. علاش لبست الأحمر معناها؟ أنت تحب اللون الأحمر، علاش لبست اللون الأحمر؟ لا ما عندي مشكلة مع حتى لون، اللون الكل نلبس. حتى الأصفر نلبس. تحب الأحمر؟ نحب. ليه علاش لبست الاحمر؟ يا جميله تحب تحبوا فيه بالصيف، يحب الالوان الكل. ما عندوش مشكل مع الالوان، ها؟ اي ما عندي حتى مشكل مع حتى لون الا البنفسجي. معناها الا البنفسجي. يا سيدي استثني لك لون بتلقائيه. لبست الاحمر. بلا عجبتها. ملا صوتك باهي، مادام لبست الاحمر صوتك باهي. سارة هذا فين تحب توصل انت؟ هذا الدوره هذه الكل. هاي سيدي راي جميله الشيحي انه فينالمو انت غنيت بالباهي. الفنان عدنان الشويش. اولا ملاحظه لاختي جميله، راهو يعني الالوان الاصوات لا تقاس بالالوان، يعني حتى معنى يلبس ابيض. والله كنت متاكده مش في عادي لك عدنان الشويش، والله كنت متاكده. وقتها صوته احمر شويه. لا وقتها عندنا حل، حط نسكروا اذنينا ونشوفوا نحلوا عينينا، نخاو الوان حلوه نقولوا يعرف يغني. لا مش هذه الحكايه. اختار اغنيه صعيبه راهي، والاغنيه هذه تتطلب ياسر احساس، وتتطلب انه انسان يغنيها ما غير حسابات. يعني حسابات ركحيه ولا حسابات هكا، لازم يسيب روحه ويغنيها. شويه تراك. لا نعرف ولدي، نعرف برشا تراك، مش شويه برشا تراك. شخصيا نعتبره غناها كيما نجم يغناها، لكن ينجم يغناها نصور احسن من هكا اذا كان يدرب عليها اكثر، واذا كان يتنحى شويه تراك كيما نقول. التراك هي الرهبه، ماذا بينا نقولوا الرهبه. الرهبه هي الترجمه لكلمه تراك، الرهبه. وهذا رايي، ما عنديش راي الا في حكايه الالوان ما ندخلش فيها. راه انا كي نعطي رايي انت تدخل في الالوان الفنيه عدنان الشويشي، الالوان الفنيه. لا نرجع للالوان. يعني يعني بالنسبه لي انا الشكل والالوان ما عندها حتى ما عدت علاقه بالغناء بعد. وقت اللي يولي انسان عنده مثلا تقبل ولا عنده اغاني بتاعه ولا عندي ولا يطلع للركح، وقتها يخدم الامور هذه كلها. لكن نجم يجيب اعز الوان في الدنيا يلبسها واعز حركه يعملها، هو اذا كان صوته تعب يستحيل، ما يتقبلش. طيب يهتم بالشكل اللاحي خالد كوليتي ولا انه قالك صوتي مش تعب؟ اما لا مش عليك انت. يحكي في العموم. يعني في العموم هي خاطر ركزت لك على الاحمر والاخضر وكذا. احنا ركزنا على صوته، تبركل عليه غنى اغنيه. طيب هو بأداء. طيب جميله وليت مطلوبه يا جميله، فضلك تني يظهر لي فضلك وليت مطلوبه. بس احمر امورك في العنبر. طيب باسم باش ناكد لك انت عدى المسابقه باش يلبس في الاحمر زاد. تحيه لباسم باش ترجع بعد حسام. شكرا. طبعا هذا هو مترشحنا الاخير، مسك الختام كان بيه ومعاه. بعد شويه باش نعرفوا شكون من السبعه مترشحين اللي تعداوا معنا اليوم في العشوائيه هذيا نال الرضا النهائي للجنه التحكيم اللي حاضره معنا. المداولات باش تنطلق توا، في الاثناء احنا باش نمشيو نعملوا فاصل صغير نعاودوا نتذكروا فيه فلاش باك اهم الاصوات اللي شاركت معنا في حصه اليوم. تفضلوا.